بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. في هذا الفيديو ندير التصحيح ديال التمرين الرابع الامتحان الجوي من شهادة البكالوريا الدورة العادية 2019. إذا هنا عندنا الدالة العددية معرفة على مجال صفر زائد ما لا نهاية، بما يلي اف ل اكس كتساوي اكس أس 2 زائد 8 هيلين ديال اكس، يعني دالة اللوغاريتم الهيبيري ديال اكس. أولا احسب صورة العدد واحد. السؤال الثاني احسب نهايتي اف، يعني الدالة اف عند الصفر على اليمين ثم عند زائد ما لا نهاية. السؤال الثاني احسب المشتقة ديال الدالة اف. السؤال الثالث تحقق بأن المشتقة ديال الدالة اف موجبة على مجال صفر زائد ما لا نهاية. السؤال الرابع استنتج رتبة الدالة اف على المجال. إذا نحسبه لنحسب صورة العدد واحد. إذا عندنا اف لإكس، يعني دالة اف كتساوي اكس أس 2 زائد 8 إلين ديال اكس. صورة العدد واحد، يكفي نعوضو إكس بواحد، إذا عدد هنا هي واحد أس 2 زائد 8 إلين ضارب إلين ديال واحد. واحد أس 2 هي واحد زائد 8 ضارب إلين ديال واحد هي صفر، هذه كنعرفوها. إذا واحد زائد صفر كتساوي واحد، إذا صورة العدد واحد الدالة إف هو واحد. ثم بي لنحدد نهايتي الدالة إف، يعني غادي نحسبو لا ليميت ديال اكس عندما يؤول اكس الى صفر، ولكن اكس على اليمين يعني اكس اكبر من صفر ديال الدالة اف لاكس. ديال نهاية ديال اكس عندما يؤول الى صفر على اليمين يعني اكبر من صفر، اكس اس 2 زائد 8 الين ديال اكس. هنا نعلم ان نهاية ديال اكس عندما يؤول اكس الى صفر اكس اكبر من صفر ديال الين ديال اكس فهي تساوي ناقص ما لا نهاية، والنهاية ديال إكس عندما يؤول إكس إلى صفر إكس على اليمين إكس أس 2 تساوي صفر، يعني صفر أس 2 هي صفر. إذا شنو غادي تعطينا؟ النهاية ديال إكس عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية، عفوا إلى صفر، صفر على اليمين يعني إكس أكبر من صفر، إكس أس 2 زائد 8 إلين ديال إكس تساوي هي النهاية ديال إكس عندما يؤول إكس إلى صفر إكس أكبر من صفر إكس أس 2 زائد النهاية ديال إكس عندما يؤول إكس إلى صفر إكس أكبر من صفر 8 إلين ديال إكس، وهذه كتساوي قلنا صفر زائد، وهذه كتساوي 8 ضارب ناقص ما لا نهاية هي صفر زائد ناقص ما لا نهاية، 8 ضارب ناقص ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية كتساوي ناقص ما لا نهاية. ثم غادي نحسبو عند زائد ما لا نهاية. إذن غنحسبو لا ليميت ديال إكس عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال إف لإكس كتساوي لا ليميت ديال إكس عندما يؤول إكس إلى زائد ما هي إكس أس 2 زائد 8 إلين ديال إكس. لا ليميت ديال إكس عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية إلين ديال إكس فهي كتساوي زائد ما لا نهاية، وعندنا لا ليميت ديال إكس عندما يؤول إكس إلى زائد ما هي إكس أس 2 كتساوي زائد ما لا نهاية. إذا شنو غتعطينا هنا؟ عندنا النهاية ديال إكس عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية إكس أس 2 زائد 8 إلين ديال إكس غتساوي هي النهاية ديال إكس عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال إكس أس 2 زائد نهاية ديال إكس عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية 8 إلين ديال إكس، هذه كتساوي زائد ما لا نهاية زائد 8 ضارب ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، إذا غتعطينا هي زائد ما لا نهاية زائد زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، إذن هذه هي لا ليميت ديال إكس عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال إف لإكس. ثم السؤال الثاني احسب الدالة المشتقة. إذا ثانيا لنحسب إف بريم لإكس، هنا لكل إكس من المجال صفر زائد ما لا نهاية، هنا عندنا بريم لإكس كتساوي هي إكس أس 2 زائد 8 إلين ديال إكس بريم، والمجموع هو هذا إكس أس 2 بريم زائد 8 إلين ديال إكس توا بريم، وهذا شرطة. إذا إثنان أس 2 بريم غتساوي هي 2 إكس زائد 8 الإشتقاق ديال إلين ديال إكس هو 1 على إكس. إذا عطيتنا هي 2 إكس زائد 8 على إكس، ممكن نخلوها هك إف بريم لإكس. ثم السؤال
ب أحقق أن إف بي إكس مجابة على زائد ما لا نهاية صفر. سؤال ب لنتحقق أن إف بريم إكس موجبة على المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذا عدنا إف بريم إكس فهي كتساوي 2 إكس زائد 8 على إكس. هنا يمكننا نديرو توحيد المقام، ندير المقام واحد، يعني 2 إكس ضارب إكس على إكس زائد 8 على إكس. إذا إلا خدينا عدتنا هي 2 إكس أس 2 زائد 8 على إكس. هنا بما أن لكل إكس من المجال صفر زائد ما لا نهاية كيكون موجب، إذا إلا خدينا إكس أس إكس فهو أكبر من أكبر قطعا من صفر، ونفس الشيء إلا خدينا إكس أس 2 فهو غيكون أكبر قطعا من صفر، ومنه إلا خدينا 2 إكس أس 2 زائد 8 غيكون دائما أكبر قطعا من صفر. إذا كنلاحظ بأن الوصف فهو موجب والمقام فهو موجب، إذا بالتالي إف بريم لإكس ومنه إف بريم لإكس موجبة، إذا الدالة المشتقة إف بريم لإكس فهي موجبة. السؤال الآخر سيستنتج رتابة الدالة إف، إذا رتابة الدالة إف هنا يمكننا نستعملو جدول التغيرات، رتابة كنشوف واش تزايدية ولا تناقصية. إذا خدينا إكس عندنا صفر إذا غير معرفة في صفر زائد ما لا نهاية، هنا عندنا إف فريم لي إكس قلنا فهي موجبة، عندنا إف لي إكس بما أنها موجبة يعني هي تزايدية، الصورة ديالها النهاية زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، وهنا عندنا زائد ما لا نهاية، ومنه دالة إف دالة تزايدية على المجال صفر زائد ما لا نهاية. وهذا نكون سألنا التسعية ديال التمرين. السلام عليكم ورحمة الله.